السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا معكم عادل الحكيمي من مدينه مراكش، 27 سنه، من فئه طبق الحلو. الرقم الاستدلالي ديالي ها هو صنف أ. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا طبق حلو مغربي اصيل اللي سميتو ورده الغزال. دابا غادي ندوزو مقادير وطريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا، اول مرحله غادي نتطرق ليها هي عجينه ديال الكعك على غوسيت هنايا. دابا غادي ندوزو لطريقه ديال التحضير. كناخذ الدقيق ديالي، كنضيف ليه واحد القبصه ديال الملح، وكنسمو بالزهر. ابري كنجمع لاباط ديالي اولا العجينه ديالي بلاكر، يعني طريقه مختلفه على بزاف ديال الطرق ديال العجينه ديال الكعك. يعني انا مفروض انا نخدمها بهذه الطريقه والحمد لله نجحت ليا. وكيف ما كتشوفوا كطلع ليا لاباط ديالي حتى الاخر، وكنضيف لواحد الكميه كندير لها لا بودر كاكاو باش نحصل على باط شوكولا اي باط فار. هنا غادي نخلي لاباط ديالي ترومبوزا ما بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه عاد نخدم. دابا غادي ندوزو لبارت دو اللي هي العقده ديال اللوز ديالي. كيف ما كتشوفوا ها لا غوسيت ها هي. دابا غنقول لكم طريقه التحضير اللي هي غادي ناخذ اللوز ديالي وغادي نسلقه وننقيه ونخليه يبات ليله كامله باش ينشف. من بعد فاش غادي يبات ليا ليله كامله وينشف ليا اللوز ديالي، غادي نضيف اناء او طحانه ونضيف معاه السكر ديالو ونطحنو حتى غادي نحصل على عقده ديال اللوز. من بعد غادي نتطرق لواحد النقطه، بما اننا حنا كنقدموا واحد الطبق حلو مغربي اصيل، فكرت انني ندخل شي حاجه مغربيه اصيله لهذا الفيديو ديالي اللي كما كتشوفوا هي المهراز المغربي. هذا المهراز المغربي جاني في الخدمه ديالو بطريقه سهله. ضفت فيه المسكه الحره مع شويه ديال الصفار ودكيتو وعطاني ريزلتا زوينه، خرج ليا بودر. عكس انني نقدر نديرو مثلا شي ماشين ولا شي حاجه ما غاديش تعطيني المسكه البودر ديالي. من بعد غادي ندوز دابا اللوز ديالي اللي حصلت عليه تاع عقده ديال اللوز، غادي نضيف عليه واحد المعلقه مذوبه ديال الزبده. من بعد كنضيف معلقه ديال القرفه نسيب، وكنجمع العقده ديالي مع الزهر حتى كنحصل على العقده ديالي، وكنحطها حتى كنجبد لاباط ديالي باش نخدم الكعك والغزال او الكعك.